إبراهيم بودربالة، ما نجمش ما نبداش حواري معاك اليوم دون الإشارة إلى حدث تاريخي، لأنه حضورك معنا اليوم يتزامن مع يوم دفن الشهيد شكري بالعيد، زميلك المحامي الله يرحمه اللي كان تم اغتياله في 6 فيفري واليوم 8 فيفري 2021، 8 سنوات مر على ذلك اليوم التاريخي اللي عشناه التوانسة. الكل كان يوم صعيب، يوم طويل، 8 سنين، والرأي العام الوطني وعائلة الشهيد وأصدقائه وزملائه ورفاقه يتسألوا أين الحقيقة وينوصل الملف شكري بالعيد؟ علاش هذا التعثر في مسار القضية؟ هل تخلى المحامون عن زميلهم شكري بالعيد في قضيته؟ أولا بالذات هب اللحظة اللي كونوا حديث اغتيال أستاذ شكري بالعيد هي تمثل يعني فاصل في الحياة السياسية في تونس، ذلك أنه ما كانش تونس متعودناش على الاغتيالات السياسية ما عدا الفترة اللي تمت في الاستقلال ثم من الستينات يعني حتى إلى قيام الثورة في ثورة 14 جانفي ما كان ثم اغتيالات سياسية، كان ربما ثم تسلط من السلطة، ثم تعصب، ثم قمع، لكن الاغتيالات ما كانش موجودة. الحالة هذه هي كانت يعني صدمة بالنسبة للشعب التونسي ككل، لأن ما تتعلقش بالمحاماة فقط لكن تتعلق بالشعب التونسي، مسألة وطنية، كانت صدمة كبيرة وكبيرة جدا، وكانت لحظة فارقة وتلتها حادثة أخرى، اغتيال الشهيد محمد البراهمي، يعني نفس الشيء ونفس السيناريو يعني تم، و يعني المحامين يعني أصبحت قضية الشهيد شكري بالعيد والشهيد محمد البراهمي من القضايا التي يتمسكون بها ويواصلون يعني الذود عنها لإيصال الحقوق لأصحابها ولمعرفة الحقيقة، لأنه الحقيقة معرفة الحقيقة تهم الشعب التونسي ككل. والمحامين يعني هيئات الدفاع التي اختصت في الدفاع في كلا القضيتين قاموا بأعمال جبارة، قاموا باستقراءات ويعني وقدموا من خلال حتى ندوات صحفية كل الأعمال الاستقرائية التي قاموا بها والتي يعني أجبرت النيابة العمومية على وقلم التحقيق كذلك على تعميق الاستقراءات وتعميق الأبحاث. ولكن ما نلاحظه وما ندت به ما ندد به مجلس الهيئة هو هذا التباطؤ في الأبحاث وفي الاستقراءات، لأنه 8 سنوات يعني وما نعرفوش الجونات، مش الموقوفين فقط لكن الجونات الحقيقيين، من دبر هذه الاغتيالات، من كان وراء هذه الاغتيالات. هذه مسألة تهم، يعني مسألة قضية أساسية، ولا أعتقد أن الحياة السياسية في تونس يعني ترجع إلى وضعها الطبيعي إلا عندما يقع التعرف على الجونات الحقيقيين وأن يقع الاقتصاص منهم، لأن كما قلت لا تهم يعني العائلة الضيقة للشهيدين ولا تهم يعني سواء حزب الأستاذ البراهمي أو عائلة المحاماة أو حزب الأستاذ شكري بالعيد، ولكن تهم يعني المواطنين التونسيين ككل. من الذي يعطل مسار كشف الحقيقة أستاذ إبراهيم بودربالة؟ هذا سؤال يطرحوه التوانسة اليوم، فما أزمة ثقة في الجسم القضائي، فما اتهامات واتهامات متبادلة، أنتم كعمادة محامين اليوم بشنو طالبوا حتى نعرف الحقيقة وحتى نحسم هذا الجدل في إطار قانوني صرف؟ احنا نعلم ان القضايا الاغتيالات السياسية في تونس وفي العالم يعني دائما يعني يصعب التعرف على الجونات الحقيقية، اكثر من ذلك مثلا كي ناخذ احنا قضية اغتيال كينيدي الى حد الان يعني امريكا وما لها من ترسانة قانونية وترسانة قضائية، والى حد الان يعني لم يقع يعني التعرف على حقيقة ما جرى بالضبط، لأن من يقوم بجريمة سياسية، جريمة اغتيال سياسي،
هم عقول مفكرة ومدبرة ويعني تحسب كل الحسابات، ليسوا بالمجرمين العاديين. يعني السيد العميد ترجح وأنه جريمة اغتيال الشهيد شكري بعيد كانت جريمة دولة لهذا لليوم مغيبة الحقيقة؟ ما قلت جريمة الدولة، أنا قلت الأطراف التي يعني كانت وراء الجريمة، ربما يعني ما نقولش دولة، أنا أقول يعني ثم أطراف، ثم ربما مصالح مادية، ثم مصالح اقتصادية، ثم مصالح عقائدية، ولذلك يعني مسألة تحتاج إلى استقرارات كبيرة وكبيرة جدا. لكن مع الأسف نلاحظ أنه وقع تلك في الأبحاث، وقع ربما ثم وثائق كشفتها يعني هيئتي الدفاع، وثائق يعني وصلت إلى وزارة الداخلية، ووثائق يعني كذا لا وقع التعتيم عليها. تقديم من سيد العميد؟ بطبيعة الحال ثم اتهامات، أو هنا المسألة في يد القضاء، في يد القضاء والبحث في يد القضاء. ويعني تعلمون يعني ما وقع مؤخرا من اتهامات بين الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية. طيب راشد وبشير العقل. بطبيعة الحال والذي اتهم في وكيل الجمهورية بالتستر على في خصوص ملف الشهيد شكري بلايد. هذه المسألة تعهد بها المجلس الأعلى للقضاء، وتعهد بها التفقدية العامة لوزارة العدل والنيابة العمومية، وهي يعني ننتظر يعني أن تكون الأبحاث يعني بصورة جدية. نحن بطبيعة الحال كمهنة محاماة لا يمكن لنا أن نصدر حكم إلا بعد التيقن وبعد صدور حكم قضائي، هذا مما لا شك فيه. لكن لهنا تم استرابة في الأمر نظرا لكون هناك تلك، والتلك هذا واضح، وبالتالي فأننا يعني نطالب الجهات المسؤولة في الأبحاث والاستقرارات بالقيام بدورها وإظهار الحقيقة. طيب عميد المحامين إبراهيم بودربالة، اللي يقول العدالة اللي يقول القضاء يقول الجناح المتعلق بالمحامين والمحامات كطرف أساسي ورئيسي في المعادلة القضائية، لأنه العدالة وأيضا القضاء مش فقط قضاة بل أيضا طرف آخر اللي هما المحامين، طرف مهم ووازن في المعادلة القضائية. وقت نصف اليوم 8 سنين بعد الثورة، لحد وأنه اتهامات كما أشرت لها أنت بنزوز من أهم القضاة على الأقل على مستوى أعلى هرم الجسم القضائي، لما نحكيه على بشير العكرمي والطيب راشد، شو يعني هذا لكم كعميد محامين؟ أنا أولا بالذات يعني وقد كرس دستور 2014 كرس وأن المحاماة أصبحت يعني شريكة في إقامة العدل فصل 105 من الدستور، بالتالي مفهوم محامي مساعد القضاء يعني تطور، وبالتالي عندنا مسؤولية أكبر في إقامة العدل. ومن هذا المنطلق نعتقد أن ما صدر الآن عن الطرفين هو مسألة خطيرة وخطيرة جدا، هي تمس المؤسسة القضائية وتمس مصداقية المؤسسة القضائية، وتجعل أن المواطن والمتقاضي يشك في المؤسسة القضائية، وهي مسألة خطيرة، لأن المؤسسة القضائية وسلامة المؤسسة القضائية هي من الأمن القومي للبلاد. إذا كان ولينا يعني يشك في المؤسسة القضائية وفي الفاعلين الأساسيين في المؤسسة القضائية ومن يحتل أعلى هرم السلطة القضائية، فيا خيبة المسعى. هنا يعني ربما يعني المجلس الأعلى للقضاء وربما تفقدية وزارة العدل عليهم القيام بدورهم في مط اللثام وفي استبيان الأمور كما يجب وفي قيام الاستقرارات اللازمة، لأنه لا يمكن من الناحية المبدئية لا يمكن أن نصدر حكم قبل أن يقع التصريح بإدانة الشخص قضيا، وإذا كان تطاح بريء ولم يخطئ كذلك يجب إنصافه. لكن من واجب من له النظر في هذه المسائل أن يقوم بدوره وأن يكون حاسما في دوره وأن يبين الحقيقة، لأنه احنا مهنة محاماة تهمنا الحقيقة وتهمنا بسلامة يعني المؤسسة القضائية وسلامة المرفق القضائي. تصرف وتفاعل المجلس الأعلى للقضاء وخاصة هيكل المهنة القضائية مع هذه القضية المتعلقة بالاتهامات المتبادلة بين بشير العكرمي وطيب راشد على خطورتها كما شرت أنت سيد العميد، كيفاش تراوها اليوم؟ هل كان في مستوى خطورة هذا الملف وتداعياته الممكنة على الثقة في السلطة القضائية؟ مما لا شك فيه كون مجلس الأعلى للقضاء هو متكون من قضاة، وعلى
بطبيعة الحال ينضموا إلي محامين وأطراف أخرى، ولكن أساسا السادة قضاة. بطبيعة الحال نحن نعرف الأزمة الآن الموجودة في القضاء، قضاء منشق بين جمعية القضاة وبين نقابة القضاة، ويعني أصبح الصراع واضح بينهما في خصوص تمثيلية القضاة. وبالتالي يعني لازم نقوله يعني وقع انقسام بين مؤيد للجمعية ومؤيد للنقابة. ومن ذلك أنه حتى في عندما وقع تعطيل مرفق القضاء والتباحث مع الحكومة، الحكومة عندما يعني وجدت يعني اتفاق مع الجمعية عارضته النقابة، ثم بعد ذلك يعني وقع الحديث مع النقابة. كل ذلك هذا يعطي صورة سيئة. وكنت يعني في أحد المرات نصحت سادة القضاة بعدم الانقسام، لأنه في صورة الانقسام فأنه يضعف المؤسسة القضائية ككل. هذا الانقسام هو كذلك أثر على عمل مجلس على القضاء، وهو الذي تركه لا يتخذ القرارات الصارمة والمناسبة في إبانه. هو يعني قام باحترام كل الإجراءات، حول الأمر إلى النيابة العمومية وإلى التفقدية، وينتظر هو الأبحاث والاستقرارات ليتخذ القرارات المناسبة. هل أنتم اليوم مع اتخاذ قرارات تشمل كلا الطرفين لما نحكي على بشير العكرمي وطيب راشد في نفس الوقت؟ أنا بطبيعة الحال أنا بالنسبة لي أنا بعد استيفاء الاستقرارات إذا اتضح وأن هناك شخص أخطأ فعليه تحمل وزر خطائه، وإذا كان اتضح وأن الشخص هذا لم يخطأ فيجب إنصافه. واضح. جيد الحسن. الحقيقة أنا نحب نسأل سيد العميد على الاحتجاجات الأخيرة وموقف عيمة المحامين منها، معناتها كيفاش ترى واللي صار في الاحتجاجات الأخيرة، معناتها فما شكون يصور على أنه هذا الإيقافات اللي صارت وإلا التدخل الأمني اللي صار على مدى الثلاثة ولا أربعة أسابيع اللي فاتوا، على أنه تدخل مشروع من الدولة، رد للفوضى، صد للفوضى إلى ما آخره. لكن فما جانب من الحقوقيين وعلى رأسهم عديد من المحامين يروا أنه صارت تجاوزات مهمة وخطيرة لحقوق الإنسان على مستوى الإيقاف، على مستوى استنطاق والأبحاث مع الموقوفين. اليوم ولينا نحكيه حتى على اعتداءات طالت محامين. حتى على اعتداءات طالت محامين معناتها في المسيرة الأخيرة. وفما نوعا ما كلي معناتها فما شكون يحكي أصلا على عودة معناتها دولة أمنية من جديد، فما شكون يحكي على تهديدات خطيرة جدا تمس حريات أساسية في التظاهر في الاحتجاج إلى ما آخره. منعرفش شنو موقفكم في العمادة من اللي قاعد يصير اليوم. على أول بالذات كمالة محاماة وكمالة السيئة الوطنية المحامين، نحن دائما لنا موقف مبدئية مع حرية التعبير، حرية الاحتجاج السلمي، حرية التظاهر، حرية الإفصاح على الآراء بكل حرية. وهذا مكسب تحقق بعد 14 جانفي والحمد لله، يعني ولا يمكن الرجوع إلى الوراء، هذا مما لا شك فيه. لاحظوا أنه بالنسبة للحياة السياسية يعني من 14 جانفي إلى الآن هناك ثلاثة مسارات، ثم المسار السياسي والمسار الاقتصادي والمسار الاجتماعي. مع الأسف الشديد ثلاثة مسارات هذوما يعني بالعكس وقعت تقهقر فيهم. المسار السياسي يعني فشل، أصبح يعني هناك ما تلاحظونه في مجلس النواب وما تلاحظونه من مختلف الأحزاب، لا يوجد أرضية للتفاهم أو التحاور أو التوافق، بل بالعكس هناك من يريد أن يصل إلى الطرف الآخر. هذه يعني بالنسبة للمسار السياسي، وهناك فشل ذريع في المسار السياسي. في المسار الاقتصادي كذلك هناك فشل كبير. الدولة يعني الآن قاعدة تتداين، لا نرى إلا القروض، والقروض التي تخصص للأجور لخلاص الأجور والتنمية مفقودة جملة واحدة. بالتالي يعني هناك خطر بالنسبة لمستقبل البلاد. كذلك المسار الاجتماعي نلاحظ انسداد الأفق، الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات، كل هذه المسارات الثلاثة هي التي يعني أفرزت هذا الوضع. هذا الوضع يعني أفرز احتجاج، هناك يعني شباب وقت الثورة كان عمره 10 سنين و15 سنة، الآن أصبح عمره 20 و25 سنة، ليس لهم أمل، ليس لهم يعني أفق واضحة، لذلك خرجوا وعبروا عن رأيهم. نحن مع التعبير يعني مع حرية التعبير السلمي، لكن ما نرفضه. مش نرجع لكن سيد العميد مباشرة بعد الفصل. احنا ضد الاعتداء على الأملاك والممتلكات سواء الخاصة أو العامة، هذا بطبيعة الحال
يعني نشجب كل هذه الأعمال ونطلب من المحتجين القيام باحتجاجات سلمية لهم الحق في ذلك، لكن إذا كان يعني وصلوا للاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة فبالتالي هذه يعني جرائم، والجرائم يعاقب عليها القانون بطبيعة الحال. هذا هي موقفنا المبدئي. ولكن ما نلاحظه مع الأسف الشديد هو أن هناك احتجاجات سلمية، ولكن يعني وقع منعها، وقع سدها، وقع محاولة يعني إبعاد المحتجين على الشارع الرئيسي وهو الشارع الرمز بالنسبة لكل التونسيين. هذا نعتقد ربما فيه يعني نوع من اتخاذ التدابير غير الملائمة، بالتالي الأفضل أن يتركوا الناس تحتج وتعبر عن رأيها أفضل بالنسبة للجميع. وهنا أنصح حتى السلطة باتخاذ يعني قرارات متزنة في هذا المجال، وترك يعني المحتجين يقومون يعني بتعبير عن مواقفهم بصورة سلمية. سنار سبت سيد العميد، كثر الجدل الحقيقة، سرديات وسرديات مضادة، رينا برشا تصاور، رينا برشا فيديوهات تضارب في المعطيات والمعلومات في علاقة باعتداءات قد تكون حصلت على ناس مشاركين في مسيرة يوم السبت من بينهم محامين. أي صحيح. ما حقيقة هذه الاعتداءات؟ شين المعطيات اللي عندكم؟ هذه المعطيات اللي عندي بالنسبة لقضية الزميلين ياسين عزازة والأستاذ الرحالي، هذه المعطيات الثابتة اللي عندي أنا. هذه يعني يعني اتصلت بعدة يعني قالت سلبية من عدة أطراف الزملاء وعلموني بأن الزميلين تعرض للاعتداء، لذلك يعني قررت التحول إلى مركز الأمن، وفعلا تحولت إلى مركز الأمن واستمعت إلى زميلين وكذلك إلى من حضر معهم من الزملاء، وأكدوا لي حصول الاعتداء. وفعلا يعني حضر السيد مدير أمن إقليم تونس ويعني استمع إلى زميلين واستمع إلى كل الحاضرين، ويعني الحقيقة هو تعاون معنا بصورة إيجابية لها في هذه المسألة، وقال وأن كل من اقترف جرما معين يتحمل مسؤوليته، هذا ما صرح به. واتصلت بالسيد وكيل الجمهورية وطلبت منه إفادة ممثل يعني مساعد وكيل الجمهورية ممثل عن النيابة العمومية نظرا للجريمة، جريمة متلبس بها وجريمة خطيرة، للاستماع إلى المتضررين بصورة شخصية ولمعاينة موطن الجريمة واتخاذ كل الأجراءات القانونية التي تكفل سلامة الأبحاث. وفعلا حضر السيد ممثل النيابة العمومية وسمع عمليا إلى الزميلين المتضررين وإلى كافة الزملاء الذين أخذوا الكلمة وكان متفهما للوضعية وسجل ذلك، ثم تحولنا إلى موت الجريمة بشناج سعيد أبو بكر. والأستاذ ياسين عزازة والأستاذ رحالي قاموا بإعطاء كل المعلومات على كيفية الاعتداء، وأن الاعتداء الأول في مرحلة أولى تم من طرف عناصر أمنية، وثم بعد ذلك يعني الاعتداء الأهم والجسدي تم من طرف يعني شخصين يعني لا ينتميان إلى يعني العناصر الأمنية. ما شكون ينتمي؟ قالوا أن هناك صاحب مطعم وهناك ربما شخص يعمل بالمطعم هو الذي قاموا بالاعتداء على الزميلين. يعني هذا ثابت، يعني الاعتداءات الأمنية عليهم مش ثابتة سيد العميد. لا، هما يؤكدوا قالوا أن الاعتداء الأول كان من طرف عناصر أمنية، لكن الاعتداء الأول ما كانش بالخطورة متاع الاعتداء الثاني. الاعتداء الأول أرصدته في كاميرات المراقبة؟ لا، أنا ما شفناش تو الكاميرات، أو موجودين عند الفرقة المتعهدة بالبحث وهي التي بصدد الاستقرارات اللازمة. ويعني حسب ما وقع تأكيده من طرف الزملاء أنه هناك يعني ما وقع رصده في هذه يعني بالنسبة لي هذه المسألة. على كل حال أنا في المرحلة هذه لا يمكن لي أن أزم إلا بأشياء طلعت عليه. المؤكد الآن رسمين القضاء تعهد بالملف. هو السيد هو بعد ذلك يعني وقع التحول إلى النيابة العمومية التي كانت بحالة استمرار،
وحي يعني وقع بحث لدى فرقة الحرس الوطني بالعوينة وهي الآن متعهدة بالأبحاث. فهمتني؟ طيب جهد أنا حبيت نسألك أيضا سيد العميد على قضية النقابات الأمنية. إن اليوم عديد المحامين يشيروا يقولوا النقابات الأمنية تعتدي على المحامين، يقولوا فما إشكال مع النقابات الأمنية، يقولوا النقابات الأمنية قاعدة تقوم بتجاوزات خطيرة، وذا يريناه في علاقة بالمحامين منذ قضية الاعتداء على المحامية نسرين قرناح واللي صار في أمام قاعة المحكمة والاقتحام، معناتها الاتهام باقتحام قاعة المحكمة، محاولة الضغط على السيد القاضي في المحكمة إلى ما أخير، قاضي التحقيق، قاضي التحقيق في المحكمة. يعني فعليا كيفاش تنظروا اليوم المسألة النقابات الأمنية تدخلها معناتها في 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 المجالات هذه، علاقتها بالمحامين، علاقتها بالمواطنين، حضورها في الفضاء العام، تأثيرها معناتها اليوم في الفضاء العام؟ والله نعتقد أن النقابات الأمنية يعني تجاوزت المهمة التي من أجلها وقع بعثها، لأن يعني النقابات الأمنية دورها الاهتمام بالناحية الاجتماعية والناحية الوظيفية لمنظورها، أما أنها تصبح يعني تجتمع للضغط على القضاء وللضغط على المحامين هذا ليس من دورها، وأعتقد أنه هذا يعني مسألة خطيرة وخطيرة جدا ولا بد من إعادة النظر فيها ولإعادة حتى النظر في مسألة صلاحيات النقابات الأمنية. بمعنى سيد العميد كيف يمكن إعادة النظر ولماذا؟ بطبيعة الحال هذا لا يمكن، النقابات الأمنية يعني قاموا بإعادة أعمال، أولا في بن عروس النقابات الأمنية تدخلوا وأفرجوا عن زميلهم الذي صدرت في شأن بطاقة اعتداء، وقع نفس الشيء في سوسة النقابات الأمنية المظاهرة الأخيرة التي قاموا بها في صفاقس. هذه كلها مسائل خطيرة وخطيرة جدا وهي تسيء للمؤسسة الأمنية. نحن عندما خطبنا المؤسسة الأمنية قلنا وأننا نريد أن يكون أمننا أمن جمهوري وأن يقوم بدوره في نطاق القانون، أن يقوم بصلاحياته في نطاق القانون في حفظ النظام، لأننا نعتقد ونؤمن وأن البديل للأمن هو الفوضى، هذا مما لا شك فيه نعرفه، ولكن لا يمكن أن نرجع للمربع الأول وأن تحصل تجاوزات وخرق للقانون. لذلك فأهيب بالنقابات الأمنية الرجوع إلى صلاحيات الحقيقية ودور الحقيقي، ونحن معهم في تحسين الوضع الاجتماعي للعوان الأمن، في تحسين الوضع المادي لعوان الأمن، في أنه يقع احترام يعني سلم الوظيفي ما إلى ذلك. أما أنهم يصبحوا شكلوا تكتل بمناسبة قضية معينة ويرهبوا يعني الحاضرين فهي مسألة خطيرة وخطيرة جدا وهي تسيء أولا بالذات لهم قبل أن تسيء لغيرهم، لأن مهنة المحاماة والمحامين قادرين على صد كل هذه الممارسات وقادرين على الوقوف أمام هذه الممارسات، ونحن لا نريد، نحن نريد أن تكون هناك علاقة مبنية على الاحترام المتبادل، أن تكون علاقة مبنية على المواطنة، ولذلك نحن ندافع على السادة الأمنيين وندافع على حقوقهم ونحن معهم عندما يتعرضون إلى مظل، لكن نقف ضدهم عندما تحصل تجاوزات منهم. أيضا قضية الأستاذ عبد الناصر العويني أنت الناس كل تقريبا تفرجنا في الفيديو وين تم الاعتداء على الأستاذ عبد الناصر العويني، فمش كون يقول هو اعتداء، يقول هو اعتداء الأمنيين، لحقيقة الصورة ما زالت مضرب بالضبط. نحب نعرفوا هل فما معلومات عند الهيئة، هل قاعدين تتابعوا في القضية هذه، خاصة وأنه مش أول مرة تصير إشكاليات الأستاذ عبد الناصر العويني مع المؤسسة الأمنية، وكان حتى في وقت من الأوقات اعتصم في عمادة المحامين وبعد مدة قرر رفع الاعتصام، وكان حتى ذاك اتهمكم في التقصير في علاقة بقضيته أستاذ إبراهيم بودربال. ما هو كل إنسان واجتهاده وكل إنسان ورأيه، نحن لم نقصر بل بالعكس، أنا قدمت شكاية رسمية من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين للسيد وكيل العام وطلبت منه فتح بحث جدي في الموضوع وتتبع المعتدين، و يعني نظمت في ذلك الوقت اجتماع اخباري، و بطبيعة الحال نحن نتصرف بمسؤولية، صحيح زميل قال راو وقع الاعتداء عليا، لكن ثم جهة قضائية لابد ان تتحمل مسؤوليتها
وعندما تصدر الأبحاث نحن متضامنون مع كل الزملاء الذين يقع الاعتداء عليهم، هذا مما لا شك فيه، وطلبنا اتخاذ الإجراءات القانونية، هذا مما لا شك فيه. يعني في قضية الحال عبد الناصر العويني ظالم أم مظلوم؟ في قضية الحال إلى حد الآن طلبوا لنا تسلبية في خصوص الأستاذ يزين عزازة وفي خصوص الأستاذ رحالي، وحضرت للتو وأشرفت من إلى حين يعني أن أخذت القضية مجرى القانوني متاح يعني إلى آخر لحظة. أستاذ نزر عبد الناصر العويني لم يتصل بي، لم يعلمني بالموضوع بالرغم أني تقابلت معه اليوم. الفيديو ما طلعتش عليه فابني، ما طلعتش عليه، ما نجمش نحكم إلا من نطلع الفيديو. على أي حال هو وجوده غاديك في نطاق مسيرة احتجاجية، وكما قلت من الأول أن المسيرات الاحتجاجية لابد السلمية لابد أن يقع احترامها، ولا بد أن يقع يعني ذو صيانتها يعني من الاعتداءات وما إلى ذلك. فإذا ما ثبت وأنه تعرض إلى اعتداء فبطبيعة الحال نحن متضامنون معه ونجلب كل الاعتداءات. على أي حال أعتقد وأن هذا التشنج هو في الحقيقة والواقع ما سببه هو الاحتياطات الأمنية التي وقع اتخاذها بشكل يعني مبالغ فيه. وربما لو لم تتخذ تلك الاحتياطات الأمنية بشكل مبالغ فيه لما وصلنا لهذا الوضع. ما زلنا مواصلين حوارنا مع عميد المحامين الأستاذ إبراهيم بودربالة. بعد شوية مش نحكيه على الأزمة السياسية الراهنة، موقف عماد المحامين، والمحامين نعرفوا دورهم الكبير في مسيرة التحرر الوطني، في مسيرة بناء الدولة الوطنية، في الثورة، فيما بعد الثورة، في الحوار الوطني على وجه الخصوص. وهيئة المحامين كانت تحصلت على جائزة نوبل للسلام. كيفاش يتابعوا الأزمة السياسية الراهنة؟ كيفاش يروا المخرج من هذا النفق إن صح التعبير؟ أكثر تفاصيل بعد شوية مع الأستاذ إبراهيم بودربال. توانسة يتسألوا اليوم في خضم الأزمة السياسية الراهنة، نعرفوا أن هيئة المحامين والمحامين على امتداد الحقب في تاريخ تونس كان عندهم دور كبير وطني في مختلف المحطات والفترات. اليوم البلاد في أزمة سياسية خانقة، اليوم برشا يتسألوا عن موقف هيئة المحامين وموقفك حتى الشخصي كعميد المحامين، نعرفوا رمزيتك وقيمة موقفك في مثل هذه الفترات من الوضع العام اليوم السياسي في تونس. تونس في أزمة، كيفاش تشخصوا الوضع؟ كيفاش تراوها؟ وخاصة شنو الحل في تقديركم لتجاوز هذا الظرف الحساس بين ظفرين؟ أولا بصراحة الوضع لا يبشر بخير، الوضع يعني سيء إلى أقصى درجة وكل المؤشرات تدل على ذلك. كما تفضلت ذكرت وأن مهنة المحاماة سواء قبل الاستقلال أو عند بناء الدولة الحديثة وعند مقاومة الاستبداد والمطالبة بالحريات كانت يعني وقت، ثم أنها في 14 جانفي يعني ساهمت في تأطير الجماهير الشعبية وشاركت معهم في كل الاحتجاجات التي تمت، وثم من بعد ذلك يعني كانت يعني طرفا في الرباعي الحوار الوطني الذي أفرز حلول بالنسبة لذلك الوقت، والحلول التي اجتزنا بها تلك العقبات والتي يعني كانت محل تقدير عالمي بإسناد جائزة نوبل للسلام للرباعي الراعي للحوار، هذا مما لا شك فيه. وهذا هذا يحملكم مسؤولية، هذا الوعد يحملنا بطبيعة الحال مسؤولية كبرى في الإصداع برأينا وفي إصداء النصيحة لكل الأطراف بدون استثناء وبكل موضوعية، هذا مما لا شك فيه. لذلك يعني قمنا بإعداد يعني اقتراح متاع حوار، مبادرة متاع حوار، وعلى أساس وأننا نتصل بالمنظمات الفاعلة ذات البعد الوطني الفاعلة والتي لها يعني أقدمية وراسخة يعني في الحضور الوطني، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد الصناعة والتجارة، اتحاد الفلاحين، الاتحاد النسائي، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وتحولنا إلى مقراتهم وعرضنا عليهم المبادرة، لا أن يتبول يقع تبني مبادرتنا، لكن هذه المبادرة اللي يقع
يعني يقع البحث مع كل المبادرات وخاصة مبادرة الاتحاد لدعم تونسي الشغل اللي بعد ما ناخذ احنا رؤية مشتركة هذه المنظمة تاخذ رؤية مشتركة يعني يقع التواصل مع الفاعلين السياسيين لأنه الفاعلين السياسيين هم اللي في يدهم الحل والربط لا أن نحل محل الفاعلين السياسيين نحن نقوم بمبادرة لإسداء النصيحة بكل موضوعية لاحظنا وأن كل المبادرات يعني كأنها لم تقبل بما في ذلك مبادرة الاتحاد وصرح بذلك يعني السيد أمين العام الاتحاد دعم تونسي الشغل يعني بقيت الأمور كل متمسك بموقفه وصلنا حتى إلى مرحلة لي الأذرع وهي مسألة خطيرة وخطيرة جدا ونلاحظها الآن مرحلة لي الأذرع هي يعني سوف لا تنبأ بخير بالنسبة للمستقبل لذلك ومن باب الدور الوطني الذي تتحمله مهنة المحاماة ومن باب النصيحة نقول للجميع بدون استثناء أن هذا النهج الذي ساروا فيه هو نهج خطير وخطير جدا بالنسبة لكل الأطراف أنه الدعام التي يعني تحمل السقف الذي يحمينا كلنا هذه الدعام سوف تسقط والسقف سوف ينزل على الجميع على رؤوس الجميع لذلك نبهنا إلى هذه الخطورة ولازلنا متمسكين بموقفنا ونرجو الرجوع إلى الجادة لأنه في هذه الحالة أنه يقع رئيس الجمهورية له موقف ورئيس الحكومة له موقف ورئيس مجلس النواب له موقف بطبيعة الحال هنا خلات ما أفرزته هو أنه الشعب أصبح محتار أصبح بعايش بدون أمل يقول لك إذا كان هذوم المسؤولين على مصير البلاد مواقفهم متضاربة ولا يوجد أي توافق ما بيناتهم هذا يعني المستقبل بالشوف يكون يعني له انعكاسات خطيرة وخطيرة بالنسبة لكم شكون المسؤول على الأزمة هذه سيد العميد اليوم هناك من يتهم رئيس الجمهورية بخرق الدستور هناك في جهة مقابلة من يعتبر أنه ما قام به رئيس الجمهورية هو أمر طبيعي على اعتبار موقفه من الفساد وما إلى غير ذلك أين يقف المحامون من هذه الأزمة؟ أنا من السبب متاع الأزمة هذه هو لما حال المنظومة السياسية ككل احنا خذينا عدنا الدستور راهو يحتمل كل التأويلات عدنا منظومة انتخابية تفرز يعني نواب نشوفوا في مجلس النواب ولا في الكناتري ولا في كذا ولا في الواحد كل شيء يعني باش يوريك المنظومة الانتخابية الفاسدة اللي احنا واللي لابد من مراجعتها هذه حاجة أولى هذه الأسباب الموضوعية الأسباب الذاتية نحكيه أنه كل طرف يتمسك بموقفه هنا مناش بشوش الحل لهنا أنا في حسب رأي اللي كانوا يعني كان هنا لابد من التشاور بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية إذا كان ثم أشخاص يعني غير مرغوب فيهم مش بيه مثلا كان هم نجموا نختاروا ناس أخرين يا أخي مثلا ماش كان ممكن فما دستور أيضا على رئيس الجمهورية احترامه هكذا يقول البعض سيد العميد شوف اسمعني لهنا الآراء مختلفة أنا تعرف ثم ثلاث آراء ثم اللي يقول لك يعني يعني رئيس الجمهورية وله حق له الحق في رفض الإشراف على يد اليمين وثم شكون يقول لك لا راهو هو له دور مقيد هو إنسان مقيد وعليه أن يذعن لذلك وهناك ثم النظرية الثالثة متاع الإجراء المستحيل بما أنه ثم إجراء مستحيل ينجموا يعني يواصلوا العمل متاعهم بدون يمين هذه يعني مسائل خطيرة وخطيرة جدا وسوف يكون لها انعكاسات لا قدر الله انعكاسات وخيمة لذلك كان من الأفضل أن الناس كلها ترجع إلى الجادة تم مقترحات قالك الأربعة هذوما يطلبوا استعفاهم إيش بيه هذا حل من الحلول استعفاهم ونختاروا ناس أخرين إيش بيه ويكون عندهم دور وطني يقوموا به هذا يعني يلزم العقدة هذه تحل ما يلزمش يكون ثم خلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لكن سيد العميد هل فما إمكانية وساطة اليوم الحقيقة الحقيقة المشكل إنه ما فهميش الوساطة كأنها أصبحت منعدمة معند وكأنه ما فهميش وسيط للحديث ما بين المتخاصمين السياسيين
بين رؤوس الصورات الثلاث وقت في هذا السياق جهات فما شكون يقول لك اليوم عميد المحامين ينجم يلعب دور وسطي كبير في المحنة هذه في الأزمة هذه نحن من خلال وساطة بين طرفين نزاع نحن من خلال مبادرة اللي قدمناها كنا عرضنا الوساطة هذه في ضمنيا هي عرض وساطة ويعني دائما مواقفنا وبياناتنا يعني تدل على ذلك لكن مع الأسف الشديد إلى يوم الحاضر ما تعرف الطرف اللي بشيق بالوساطة يلزم يقبل الوساطة يلزم يعمل إشارة وأنه حتى إشارة واضحة بشأنه يقبل الوساطة احنا مستعدين للوساطة بل بالعكس نعتبر أن دورنا الوطني يحتم علينا القيام بهذه الوساطة لكن نريد من الأطراف هذه الأطراف يعني أن تكون تقبل هذه الوساطة لأنه تمسك رئيس الجمهورية بموقفه تمسك رئيس مجلس النواب وتصريحه بأنه رئيس الجمهورية ليس من حقه كذا هذه كلها يعني يعني مواقف يعني لا يمكن أن تنسجم مع بعضها إذا كان الوساطة يعني اللي هو الحلول موجودة لكن الأطراف بالنسبة لك سيد العميد أنت على الملأ تقولها للتونسي الكل اللي يسمعوا فيك الآن مستعد للوساطة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أنا مستعد من هذه اللحظة للوساطة ثماش في كل أي وقت يعني عندما يعني تقع دعوتي لذلك فسأقوم بالوساطة وبالعكس سوف يعلم الجميع وأن عندما نتوسط نحن معشر المحامين لا نكون إلا وسيط خير وساطة من أجل ماذا؟ كيفاش تراه الحل سيد العميد؟ الحل ثم قلت لك عدة آراء ومقترحات يقع التباحث فيها لكن الحل موجود الحل موجود وربما أفضل حل أنه الأربعة الذي اعترض عليهم رئيس الجمهورية بصورة صريحة يقع يعني تغييرهم بواسطة أشخاص أكفاء ويعني تمر يعني الحكومة وتعمل لأجل يعني إصلاح هذا الوضع في البلد مازال عندك أمل لإنقاذ الوضع لحل هذه الأزمة للخروج من هذا النفق المظلم إلى حد الآن أنا بالنسبة لي أنا دائما متشبع بالأمل وأنا عندما أخاطب العقول نعتقد أن العقل البشري قادر على خلق الأمل تبقينا لابد من المبادرة والمبادرة من كل الأطراف من المبادرة من رئيس الجمهورية مبادرة من رئيس الحكومة مبادرة من رئيس مجلس الجمهورية يعني سيد العميد بالنسبة ليك لو يتراجع السيد هشام مشيشي على الأربع وزراء اللي صار حولهم جدل ممكن نتوصلوا الحل ونخرجوا من المأزق هذا والله ينجم يكون حل وسط هذا ينجم يكون حل وسط أنه الأربع وزراء اللي يقع تعيينهم ممكن أنهم يعفيوا أنفسهم من هذه المهمة وبالتالي السيد هشام مشيشي مش باش يجبرهم بالسيف على البقاء في المنصب هما لو كان يقولوا أنا يا سيدي باي إذا كان ثم اعتراض وما إلى ذلك يا سيدي أنا نتخلى سوف يحسبوا له ذلك وخلي يعني يتوضح فيما بعد أنه ما عندوش تضارب مصالح وما عندوش قضية فساد بل بالعكس هو لو كان يتضح يقوم بالأمر هذا ومن بعد يثبت أنه ما عندوش تضارب مصالح وتضارب وقضية فساد يعني الرصيد متاعه سوف يرتفع في المستقبل وبالتالي نحلوا المشكلة طيب نحب نختم معاك بالبيان الأخير لمنظمة أنا يقظ في علاقة بالمحامي وعضو مجلس نواب الشعب بشر الشابي بعد بروزه ضمن أعضاء هيئة الدفاع على السيد نبيل القروي المتهم في قضية تهرب ضريبي وغسيل أموال المنظمة تصدر بيان وتوجه مراسلة أيضا لرئيس مجلس نواب الشعب تعتبر وأنه ما قام به السيد المحامي بشر الشابي فيه مخالفة وخرق للفصل 24 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 اللي يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة لهذا دعاته إلى الانسحاب من هيئة الدفاع عن السيد نبيل القروي نظرا لكون شقيقته السيدة سعيدة الشابي عضو في المجلس الأعلى للقضاء وبالتحديد في مجلس القضاء العدلي كنائب رئيس بالإضافة إلى ابنة عمه السيدة يسرى الشابي عضو المجلس الأعلى للقضاء وبالتحديد في مجلس القضاء الإداري وهو ما من شأنه أن يشكل نوعا من الضغط والأحراج للسادة قضاة التحقيق هكا تقول منظمة أنا يقظ في علاقة بوضعية الأستاذ بشر الشابي نذكره لي هو محامي وعضو بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة في نفس الوقت شنو موقفكم سيد العميد؟ لا يساق بل كل شيء نحب نعرفه الجهة اللي تشكت التي قد قامت بتقديم الشكاية هل هي يعني جمعية أو شخص عادي أم ألا الشكاية صادرة عن منظمة تناقض هي منظمة يعني تعتبر شخص خاص من الخواص أو أنه المكلف العام بنزاعة الدولة قائم بالقضية إذا كان المكلف العام بنزاعة الدولة قائم بالقضية لا يحق الأستاذ بشر الشابي النيابة كذلك
إذا كان صادر الشكاية عن شخص أو عن جمعية والمكلف العام بنزار الدولة يقوم بالحق الشخصي، عند ذلك يجب على الأستاذ بالشاب يتخلي عن مواصلة الدفاع، هذا مما هذه الناحية قانونية. أما إذا كان يعني شكاية صادرة عن شخص ولازلت في المراحل الأولى ويقع الاتصال به، يعني هذه مسألة عادية بشي نوبة. أما إذا كان وصلنا أن المكلف العام تبنى القضية وهو الذي قدم الشكاية أو أنه سجل قيام بالحق الشخصي، عليه أن يتخلى عن مواصلة النيابة، هذا مسألة واضحة. طيب سيد العميد، خلي لك كلمة الختام، رسالتك للمحامين، رسالتك للتوانسة، وإحنا في ظرف دقيق تمر به البلاد، شنو تقول في 30 ثانية؟ أولا بالذات أنا يعني أقف إلى جانب زملائي الذين عانوا الأمرين في سنة 2020، عانوا الأمرين سنة 2020 الجائحة التي سببت تعطيل المحاكم لمدة 3 أشهر، العطلة الصيفية مدة 2 شهر، ثم تعطيل مرفق العدالة من طرف السادة القضاة لمدة 7 أسابيع، كل ذلك أثر تأثير كبير على السادة المحامين. وبالرغم يعني من ذلك فإن تعففهم لم يشتكوا على وضعهم المادي، وأؤكدوا أن هناك يعني بعض المكاتب وبعض الذين خسروا أكثر من 50% من مدخلهم. هذا بالنسبة للشعب التونسي. بالنسبة للشعب التونسي يقول لهم يجب أن يتحلوا بالأمل، أن يتحلوا بحب العمل، أن يصلحوا كل المظاهر السلبية التي يعيشونها، وأتمنى بطبيعة الخير لتونس. الأستاذ إبراهيم بودربالة عميد المحامين، شكرا لك على حضورك معنا، شكرا على رحابة صدرك في تقبل كل الأسئلة، شكرا أيضا جهاد الحسالم زميلي محلل البرنامج في الختام، محمد اليوسفي وكامل فريق برنامج هنا تونس، يسلم عليكم في أمان الله.